السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، متفرج على قناة بيم أريبيا، ومعانا برنامج اسمه RET Stream، أو برنامج لإدارة الطاقة النظيفة. يعني بيبدأ يشوف الطاقة اللي عندك ويبدأ يعمل لك تحليل ليها، سواء تحليل مالي، تحليل للأداء بتاعها هيبقى عامل إزاي. فأنت أول حاجة لازم تعملها إن أنت تحدد الموقع بتاعك، وبعد كده نبدأ نعرف التكلفة والانبعاثات، وبعد كده هو يبدأ يجيب لنا تقييم، وفي مراقبة كمان للأداء. فتقدر أول حاجة تقول له الموقع، تقدر تحدد الموقع. هو هنا مثلا كندا، فأنت ممكن تقول لا أنا عايز دولة تانية أو مكان تاني. تحدد الموقع المنشأة، مكان بيانات الطقس، وهو يبدأ يجيب لك المعلومات، خط العرض، الطول، المنطقة، الشمس والضغط الجوي وسرعة الرياح ودرجة حرارة الأرض لكل الشهور الموجودة زي ما أنت شايف. ده محلل الطاقة العملي. فبتقدر تقول له نوع المنشأة اللي عندي، أقول لكم منشأة سكنية، النوع بتاعها كذا، وتبدأ تحدد برضو لو أنت عايز تغير المكان. المرفق تبدأ تجيب لك بقى المعلومات اللي أنت عايزها، سواء التكلفة لتوريد الطاقة قد إيه في المكان دوت، في المعلومات اللي أنت حطيتها، الطاقة اللي أنت هتشتغل بيها. ممكن تقول له بخار، لأ ده أنا عايز قدرة شمسية حرارية، المحروقات، لوحة التحكم، يبدأ يجيبها لك. التكلفة هيبدأ يعمل لك دراسة للتكلفة، تمام، تقول له مثلا الكمية قد إيه، تكلفة الوحدة قد إيه، يبدأ يحسبها لك. تكلفة الاستثمار، المصاريف السنوية، التوفيرات السنوية قد إيه، الانبعاثات اللي هتبقى موجودة، التمويل هيبقى موجود إزاي، المجازفة، المخاطرة، البيانات، التحليل، التقرير. ممكن من هنا من الملف هتلاقي كل الحاجات هنا، تقول له مثلا عايز أعمل تحليل للجدوى، فيبدأ يجيب لك التحليل اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز المكان ده من خلال القمر الصناعي يظهر لي الملحوظات، السير بتاع العمل هيبقى عامل ازاي.